تطلق 5000 قذيفة في الدقيقة، يصفونها بصائد الطائرات والصواريخ. إنها مركبة تونغوسكا الروسية ذات المخالب المدفعية والأنياب الصاروخية. التونغوسكا واحدة من أقوى معدات الدفاع الجوي في العالم، تجمع الأسلحة المدفعية والصاروخية في مركبة واحدة، قادرة على ضرب الأهداف بنوعين من المقذوفات الصاروخية والمدفعية، ولديها نظام صواريخ أرض جو ورادار يطلعها على وجود طائرات معادية أو صواريخ، ويبلغ مداره 17 كيلومتر. نظام تونغوسكا يمكنه التعامل مع الطائرات التقليدية والعمودية وصواريخ كروز والأهداف البرية. سرعتها 65 كيلومترا في الساعة، وبها كاميرا تلفزيونية وحرارية ترصد بها العدو دون الكشف عن نفسها. ولا توجد آلية قتالية مماثلة للتونغوسكا إلى الآن.